السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، اللهم صل وسلم عليك يا حبيب الله. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، بالصحه والسلامه يا ربي. نطلبوا ربي يحيد علينا هذا الوباء يا رحمن يا رحيم. الصيف راه بدا كيسالي دابا، الدخول المدرسي على عيان. الله يوفق جميع التلاميذ والطلبه وكاع اللي كيقراو ان شاء الله يا ربي. كل واحد يعطي ما تمنى في خاطره يا رحمن يا رحيم. اليوم ان شاء الله غادي نصايب معكم واحد الحلوه معروفه بها المنطقه ديال الشرق، سميتو الكعك. الكعك الوجدي ان شاء الله معروفه بها هذه المنطقه. هذه غادي نصايبو لكم اليوم ان شاء الله، وغادي تتبعوا معايا الطريقه حتى الاخر ان شاء الله. غنوريكم دابا المقادير اللي غادي ندير. عندي كاسونس ديال الزيت كي كتشوفوا، عندي كاسونس ديال السنيده، عندي هنايا زنجله المطحون، كاس ديال الزنجلان المطحون، عندي هنا كاس ديال الزنجلان محمر ما مطحونش، حتى هذا حمرته عاد طحنته، هذا غير كاس ديال الزنجلان محمر ما مطحونش. ها هو عندي هنا 3 ديال المعالق كبار ما بين نافع وحبه حلاوه مطحونين. عندي هنا جوج بيضات كي كتشوفوا، جوج بيضات. عندي هنا جوج ساشيات ديال الفاني، وعندي هنا جوج ديال الخميره، جوج خمارات ديال الحلوه، وجوج بيضات كي قلت لكم، وقبيصه ديال الملحه، والطحين. الطحين على حسب، انا غنعجنو نشوف يعني على حسب الطحين، داكشي اللي رفدت. انا ما كنعبرش الطحين الصراحه، ديما كنقولها لكم ما كنعبرش الطحين. ان شاء الله غتبعوا معايا الطريقه حتى الاخر ان شاء الله، وتبعوا معايا الطريقه ديال الكعك الوجدي كي كيقولوا ليه الكعك الوجدي. هنا كي كتشوفوا درت جوج بيضات، درت السنيده، حتى بديت نخلط عاد تفكرت راسي كنصور. جوج بيضات والسنيده كنخلطهم مزيان. شدوا بليا السنيده شويه، ونزيد عليهم الكاس ونص ديال الزيت، خلطهم معها مزيان. هنا ملي خلطت البيض والسكر والزيت كتشوفوا، غادي نزيد عليهم هذا النافع وحبه حلاوه مطحونين، نزيد عليهم الزنجله المطحون محمر ومطحون كاس، نزيد عليهم الزنجلان محمر صايم. خلط هذه المجموعه كامله ان شاء الله، وهانتوما معايا خلطها ورجع لكم. هانتوما بعد ما خلطت هاد المقادير كاملين، غنزيد جوج ساشيات ديال الفاني، غادي نبدا نخوي الطحين، بعد عاد ندير الخميره. الطحين مغربل دائما، غربلو الطحين بواحد الكميه تنجمعها ان شاء الله وندير كميه اخرى. ودابا غندير الخميره وصافي. دابا كما شفتوا غادي نبقى نعجن حتى نجمعها ان شاء الله، وانا معكم ما تمشيو فينا. انتم البنات العجينه ها هي جمعتها، كتشوفوا تبارك الله معطره، واحد الريحه خارجه منها غزاله ما نقولكمش، فنه تكون بحال هكا مقاسحه مرطبه شاده راسها مزيان. وان شاء الله غتبعوا معايا، غادي نبدا نحرب لها وانتم معايا. غادي نحرب لها غير في هنا فوق الطبله حيت هذا نقي هنايا، نحرب لها وانتم معايا ان شاء الله. انتم انا درت شي وحدين، كنحرب لها بحال هكا وكنقطعها هكا، هكا ندورها فتيه بين في العجينه فتيه، عندي تبارك الله غزاله هاك. ها هي صافي، وكنحطها هنايا ونبدا عاود ندير هادي. نحطها هنايا و
وغنكمل ان شاء الله هاد السينية كاملة، وانتم تبقاو معايا حتى الاخر ان شاء الله. البنات من بعد ما دهنتها بالكونفيتير، بعد ما دهنتها بالبيضة ودرت فوق منها الزنجلان، دخلتها الفران طيب، يعني تخرج ان شاء الله تشوفوها معايا. اول كعك بعد ما خرج من الفران انتم كي كتشوفوا فتي، يعني ذقته فتي مقرمل كيشهي ومعمنس من ديك العطريه، ديك يعني دوك الحبوب اللي فيه عطاو واحد النسمه واعره زوينه. نتمنى تجربوه ان شاء الله. مرحبا بكم عندي في القناه، كبروها شويه راه باقا ما بغاش تكبر. يلا والى الملتقى ان شاء الله.